طيب، السلام عليكم الأول. يلا يا جماعة كده عشان عندنا لايف حلو النهاردة، هوريكم منتج جميل أوي. هعمله مشاركات كده الناس الموجودة وكومنتات. بصوا انتوا بتعرفين ان احنا بنحب نجيب الحاجة المميزة مختلفة الصحية اللي تعمر معاكي كل حاجة، يعني عشان نجمع الدنيا كلها كده، يعني حاجة تبقى تعيش معاكي بمعنى أصح، نفس الوقت تبقى صحية عليكي وعلى أهل بيتك وعلى أسرتك. بس شدوا حيلكم شوية كده في اللايف كده واظهروا واعملوا لنا كومنتات كتير. يلا عشان نبدأ. واقف ليه؟ ها حاضر، هقول لكم ايه افضل انواع الحلل للجرانيت، وهوريها لكم كمان، وهوريكم انواع مختلفه النهارده ان شاء الله. بس قولوا لي اللايف شغال ولا مش شغال، انا مش شايفه في حركه فيه. شغال. طيب تمام كده، نعمل بقى شير كتير ونعمل كومنتات عشان الناس تصحصح معانا كده ونفوق. وابدا اقول لكم المنتج الجميل قوي اللي معانا النهارده. بصوا انا شخصيا معجبه بيه جدا جدا يعني. تمام، بصوا احنا النهارده معانا طقم حلل تيتانيوم اللي هو اعلى من الجرانيت. التيتانيوم ده هو نوع من انواع الجرانيت، بس حاجه كفاءتها اعلى، اللي هي معالجه ضد الخدش والتجريح. السمك بتاعها بيبقى سمك عالي، كمان بتبقى فيها حته مميزات كتير، زي ان هي خاليه من الرصاص والمواد المسرطنه. خلاص، طبعا المواد دي مع الاكل بتتفاعل بشكل وحش جدا. فهي بصوا كل قطعه فيها والحله والعلبه بتاعتها والكرتونه بتاعتها كله ضمان من واخده شهاده الايزو ان هي خاليه من الرصاص والمواد المسرطنه، ودي العلامه ان هي صحيه. خلاص اهي اهو، تمام. بصوا بقى الطقم ده مش كبير، تكوينه مش كبير، لكن هو طقم جبار بصراحه، ومش بالعدد يعني. هو محتاجات حاجات كتير، او محتاجه ان انت تكملي الطقم، تقدري ان انت تاخدي حاجات تانيه برضو من نفس الماتيريال هي، بس المهم ان الطقم حدوته وحلو جدا، فخم جدا قوي يعني، وهيغنيكي عن اطقم تانيه اغلى منه بكتير. بصوا اول حاجه، بصوا القاعده من تحت، الاسم محفور والصناعة محفورة والماتيريال وكل حاجة تمام. الطقم ده اسمه الأندلس، طبعا احنا عارفين الأندلس أفضل مستورد في مصر وأحسن حاجة بتبقى موجودة هو اللي بيجيبها. اوكي، أنا مش شايفة بيتحرك، هو اللايف شغال ولا مش شغال؟ طيب بصوا الدنيا اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا حتى توزيع الحراره عاملينها ازاي، القاعده بتاعته موزعين الحراره بشكل كويس جدا، بحيث ان الاكل يوصل لدرجه السوى بتاعه مظبوط ومتساوي في كل الجوانب. بصوا شكل الحله اهي، ماشي. بصوا الحته دي مهمه على فكره جدا. بصوا انا وانا بمسك الحرف اللي عاملينه ده اهو اهو، الحرف ده مهم جدا، وانت بتمسكي المقبض بتاع الحله، الحله مش هتزحلق منك. عاملين المقبض برده بشكل حلو جدا، بصوا اهو، يعني انا بمسك اهو، لو طبعا فيها اكل او فيها حاجه تتحمل ما تتزحلقش معاكي. دي اصغر
حله في المجموعه اللي هي المجموعه بتاعتنا او الطقم بتاعنا عباره عن اربع حلل ومقلايه مربعه كبيره وطاجن فرن مستطيل ومعاهم اربعه ماسك اللي هو بتاع السخن ده تمام، وكمان عليهم براد استانلس هديه. ماشي، دي مقاس دي مقاس كام؟ مقاس 20. دي اول حله في الطقم بتاعنا مقاسها مقاس 20. طبعا التيتانيوم ده معالج ضد الخدش والتجريح تمام، زي ما اتفقنا واخد شهاده الايزو. يعني بصوا، لا مواد مسرطنة ولا رصاص ولا كلام الفارغ ده. الطقم ده والله العظيم افضل نوع انا جبته ومبسوطه بيه جدا. يعني بصوا هنا عشان توزيع الحراره، طبعا في فتحات هنا علشان توزع الحراره كويس. ده الغطا بتاعه اوكي، يبقى كده ده اصغر مقاس عندنا مقاس 20. نيجي بقى المقاس الثاني، نص مقاس، مقاس كام ده؟ مقاس 22. يبقى هي بادئه مقاساتها من 20 22. خلاص هوريكم الباقي تاني اهو. بصوا نفس التوزيع، بصوا التقسيمه حتى بتاعت الحله او الستايل بتاعها يخليكي تقدري تتحكمي في الحاجه كويس جدا وتعرفي تشيليها. ما انا يعني في بعض الانواع من الحلل اللي هي بتبقى يد منه فيه، بحس ان انا بخاف لو انا بمسكها ان هي تتزحلق لو الحاجه فيها تقيله. كده مقاس 22 خلاص، يبقى مقاس 20 ومقاس 22 مقاس كام ده؟ 24. بصوا ممتازة 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 والله العظيم، حلة تقيلة على فكرة مش خفيفة. بس الفكرة الموازين اللي عندي في المحل خلصت، كان نفسي انزل لكم محلة ما شاء الله تقيلة، يعني مش حاجة سمكها خفيف. بصوا هوريكم بقى ايه السمك بتاع الحلة يا جماعة. بصوا شايفين، بصوا السمك بتاعها قد ايه. خلاص الطقم ده متوفر اللون الاسود بس، حلة كبيرة ما شاء الله. كام؟ 28. يبقى 22 24 22 24 28. طقم حدوتة بجد، بصوا لو على الطبيعة كمان وهم بصراحة. زي ما اتفقنا هو صناعة تركي ماشي، واخد شهادة الايزو، ما فيهوش لا رصاص ولا في مواد مسرطنة، واخد معالج ضد الخدش والتجريح. يعني انت هتجيبي طقم معاكي يعيش سنين طويلة. خلاص احنا مش هنجيب بقى كل يوم طقم. بصوا كمان هنا فتحات التهوية في الغطا، الفتحات التهوية دي بتساعد ان الطقم الاكل داخل الحلة يتوزع السوا بتاعه كويس جدا. حتى بصوا على الغطا، بصوا علامة ان البخار بيطلع من الجنب ده عشان تبقي واخدة بالك تمام، تاخدي بالك وانت ماسكه المقبض. فبالتالي انت بتطلعي اكل مستوي بطريقه كويسه، مستوي بدرجه حراره كويسه، في نفس الوقت توزيع ان انت الاكل يستوي في كل الجوانب هيبقى معاكي زي الفل. مفيش، مش هتلاقي جنب استوى وجنب لسه. خلاص كده اربعه ماشي. بصوا بقى التحفه دي والله العظيم انا مش عارفه اشيلها بصراحه. بصوا يا جماعه، بصوا الطاجن، بصوا الطاجن ما شاء الله الله اكبر. بصوا السمك بتاعه قد ايه ماشي اهي تمام اهو. بصوا الطاجن، انا على نفسي ان كل الناس اللي موجوده تبقى معايا هنا في الحقيقه وتشوف الطقم الوهم ده على الطبيعه. الطقم ده الطاجن ده مقاسه كام بقى؟ هو 5.5 لتر، يعني كام تقريبا؟ انا مش شايفه بصراحه. ماشي 5.5 لتر. استنى اشوف اكبر حله بتاخد قد ايه وهعرف لكم المقاس. اكبر حله اللي هي المقاس 28 بتاخد 7.4 لتر، ودي 5.5، يعني تقريبا كده ده مقاس 32. الطاجن ده كده مقاس 32. الطاجن ده وهم، يعني انا لو هشتري الطاق كفايه عليا الطاجن. بصوا ما شاء الله والله انا مش عارفه اشيله. نفس التوزيع ونفس التوزيع التصميم بتاع الطاجن
اهو، او بتاع الحلل كلها اللي تحت المقبض عشان ايدك ما تتسحلقش. بصوا شايفين يعني انا بضغط اهو بقوه ايدي كلها ما بتتزحلقش يا جماعه. بصوا اهو اهو ماشي، التصميم بتاعه مش معمول كده وخلاص، خلي بالنا يعني. ماشي، انا شخصيا انا شايفه ومقتنعه 100% ان ده افضل من السفلون بمراحل، وافضل من نيوفلام. الناس بقى اللي سالتني، البنات الجميله اللي بتكلمني، بصوا يا جماعه انا شخصيا مش هجيب النيوفلام عندي، مش هجيبه هنا. والله اللي يقول حلو يقول براحته، اللي يقول المستوردين او التجار يقولوا ده افضل حاجه، لا مش افضل حاجه. انا كست بيت اتعاملت وجبت النيوفلام، اخذ عندي بالظبط ما بين سنتين لثلاثه، ماشي سنتين وثلاثه، في توقيت كان لسه كمان طالع يعني، كان لسه بخيره زي ما بيقولوا. جبته واستعملته، وكنت بجيب الحله، بصوا كنت بجيب الحله يعني في حدود 800 و600 و500 كانت الاسعار بتاعته، كانت كمان اسعار جامده، كان بيتباع بالحله، كنت بشتريه من كارفور. والله العظيم حرفيا انا الطقم ده او الحلل اللي جبتها دي انا رميتها بعد سنتين ثلاثه تقريبا، يعني انا مش فاكره التوقيت بالظبط، بس ما عادتش معايا فتره طويله يعني، في يوم تبقى كتيره قوي هي 3 سنين. والله العظيم حرفيا نقر، عمل الحله من جوه هنا ماشي، كل ده بقى منقر وظاهر ما عمل عندي. فانا شخصيا مش هجيبه في المحل ومش هتعامل فيه، لان طالما انا جربت حاجه، واظن الناس اللي بتتعامل معايا على ارض الواقع عارفاني وعارفه انا بتعامل ازاي في الحاجه اللي انا بجيبها في المحل، الحاجه لو ما كانتش واثقه منها وعارفاها 100% مش هدخلها خالص. طبعا ده الراجل اللي بيعدي كل مره نكون بنعمل فيها لايف، فهو بقاله كام مره ما عداش، فكده نقول الحمد لله على السلامه. فانا مش هجيب النيوفلام، انا هجيب الحاجه اللي انا واثقه فيها، واثقه ان هي صحيه وكويسه وتتحمل وكل حاجه. بصوا احنا لسه ما خلصناش الطقم بتاعنا، ماشي معانا كمان القمر ده، المقلايه الجميله قوي دي، ماشي المقلايه الحلوه دي، دي مقاس كام؟ دي مقاس 28، لا 26، دي مقاس 26 ماشي، برضو تحفه ونفس المواصفات، هي هي احنا واخدين طقم صحي وتوزيع الحراره بتاع الاكل زي الفل، وحاجه تعيش معاكي، حاجه معالجه، حاجه ما فيهاش لا رصاص ولا مواد مسرطنه ولا البلاوي السوداء اللي بنسمعها كل يوم في الحاجه في الحاجات بتاعه الاكل اللي بتتفاعل مع الاكل. ده كده تكوين الطقم بتاعنا خلاص كده. لا لسه معانا البراد الستيل ده هديه جايه معايا، خلاص البراد ده 1.5 لتر، طبعا براد الستيل بتاع الاندلس لا يعلى عليه كده. ده الطقم ماشي. طب عمل ما الباشا ده يمشي ناخد نجيبه حاجه تانيه، انا عايزه الطقم الاهم. ده هديه ده جد ده ولا ايه ده؟ انا مش عارفه، بس هو في فرمان ظهر دلوقتي ان الطقم ده لمده اسبوع، طقم الحلل ده لمده اسبوع معاه طقم التوزيع الاندلس ده هديه، يعني انت واخده طقم معاه براد اندلس هديه ومعاه طقم التوزيع هديه. نعم ايه مش الاندلس الرايه، مش مشكله طقم توزيع ماشي. القمر ده شوف اليد بتاعته، اه طيب يعني حلو، او هيمشي كمان مع البراد. والله انا اتفاجئت بالموضوع ده، بس ماشي احنا كله علشان انتوا تبقوا مبسوطين. العنوان بتاعنا احنا في الاسكندريه، ابو يوسف الاسكندريه العجمي ابو يوسف في الروضه الخضراء امام بيم. احنا بنشحن لاي مكان في مصر، وكمان عندنا ان احنا بنغلف الحاجه كويس جدا الحمد لله رب العالمين، بتوصل لك سليمه 100%. الحمد لله الحمد لله، مفيش حاجه شحناها لاي مكان وما طلعتش هي هي. احنا كمان انا بحب كمان يعني، انا الطقم ده كان في عروسه بتسالني عليه، وانا كل حد بيبقى عايز يشوف حاجه بعملها له فيديو علشان يشوفها بعينيه ويعرف كل تفاصيل فيها صغيره او كبيره قبل ما يطلب الحاجه. انا بقولها لكم كل مره، اللي بيدفع فلوس ما بيدفعهاش ورق او ما بيجيبهاش من الشارع، فانا ببقى حاسه قوي بالنقطه دي، فلذلك
لازم اوريكي الحاجه اللي انت هتطلبيها وتشحنك لغايه بيتك، تبقي واثقه ومطمنه كانك انت بالظبط نزلتي ونقيتي واخترتي الحاجه. كده معانا الطقم ده 4 حلل. الطاجن المستطيل ده خلاص، ومعانا ومعانا المقلايه المربعه دي، ومعانا كمان عليهم براد هديه وطقم توزيع سيليكون هديه. خلاص كده نشوف الحاجه اللي بعديها، علشان ما بحبش اطول اللايفات عليكم كتير علشان خاطر ايه الباقه بتاعتكم. ناخد بقى ده اي، هات السيلفر ده. السعر شامل الهديتين البراد والتوزيع والسيليكون. ماشي بصوا بقى، احنا معانا حاجة من حاجات القمر خالص، ان هي تتجاب قطعة واحدة في العمر كله، يعني احنا نجيب حاجة واحدة منها بس حاجة ايه واو. يعني احنا معانا طقم هنا، بصوا طقم سيلفر. ماشي بصوا يا جماعة، طبعا الطقم ده هو الشغل ده دايما بيبقى تركي، لان هو الستايلات دي بتاعتهم هما. بصوا الطقم، انتوا لو تاخدوا بالكم بصوا هنا في الطقم عليه ضمان، تمام. ده بينزل 6 فناجين ب6 اطباق، اهو الطبق بتاعها. طبعا احنا عندنا فيه حوالي 5 ستايلات على السيلفر وعلى الجولد، يعني في سيلفر وفي جولد. مش عادي الفنجان بيبقى بالشكل ده، تمام. اهو معانا فيه 4 الوان. بصوا ادي لون وادي لون، ومعانا اللون ده كمان. ماشي، وده واللون ده. هو الطقم نازل 6 الوان، ماشي، واللون ده كمان خلاص. وده الطبق بتاعه حلو قوي، ماشي. والضمان بتاعه اهو اهو. طقم السيلفر ده انا قلت لكم فيه من نفس اللون ده، فيه الستايل ده فيه منه على اللون الذهبي او الجولد، وده فيه السيلفر. ماشي، الطقم ده عامل 725 بدل 750. احنا عاملين العرض ده لفتره كده معينه، طبعا انت مش بتاخدي اي شغل خلي بالك يعني، ومش الطقم مش غالي خالص، الطقم قيم جدا يستحق اكتر من كده بكتير. انت بتجيبي حاجه، هي حاجه واحده، مش بدل ما تجيبي حاجات كتير، لا هاتي حاجه واحده قيمه شيك قوي تشرفك قدام ضيوفك، تحطيها حتى لو حطيتيها حتى في النيش بتاعك بتنور الدنيا كلها. كده كفايه اللايف بتاع النهارده، مش عايزه اطول عليكم، اشوفكم في لايف تاني ان شاء الله. واللي عايز الطقم احنا ما عندناش، يعني خلاص انا وريتكم الحاجه على الطبيعه، يشوف اللايف كويس ويتفضل يكلمني على الماسنجر او على رقم الواتساب 0114 660 5753، واشوفكم في لايف تاني مره تانيه ان شاء الله. والسلام عليكم.